السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا بما أنه نحن في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، نعطيكم هذه الفائدة الخفية. هنا في المدينة المنورة خمسة أشياء هي من الجنة كما وردت في عدد من الأحاديث الصحيحة، سأذكرها الآن. الأول سد وادي بطحان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن وادي بطحان على ترعة من ترع الجنة. الثاني جبل أحد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة. الثالث عجوة المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. الرابع منبره عليه الصلاة والسلام، إذ يقول فيه: منبري على حوضي ومنبري على ترعة من ترع الجنة. الخامس والأخير الروضة الشريفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر ربي لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله.